ما بعد مباراة ليفربول وانتر ميلان. ابو صلاح بيحاول يرجع البسمة تاني زي الاول. والله يا جماعه انا شفت حاجه دلوقتي غريبه جدا في مباراه بايرن ميونخ وسالزبورج. كلنا عارفين ان مدرب بايرن ميونخ عنده 34 سنه، ان هو ناجلسمان، لكن تتخيل ان مدرب سالزبورج عنده هو كمان 33 سنه. الاثنين يا جدعان شغل اطفال ده تقريبا معاهم لعيبه في الفرق اكبر منهم. ايه ده والله بيتعاملوا معاهم ازاي على كده؟ تخيل ان المدرب بتاعي اصغر مني وبيجي يهزقني بيتعاملوا معاهم ازاي والله؟ عشان كده الفتره الاخيره بايرن ميونخ مش في صحتها خالص اصلا، من ساعه ما جه ناجلسمان وانا اصلا مش مقتنع بيه شويه، لان هانز فليك هو اللي ساب الفريق قوي والفريق منسجم، فعشان كده الفريق قوي من غير ناجلسمان اصلا. حتى لما كان متصاب ومش موجود مع الفريق، الفريق كان بيكسب برضه بالخمسه والسته براحته. فانا بالنسبه لي انا مش مقتنع بيه، هو المنظومه اللي سابها هانز فليك هم اللي مقصرين على الموضوع. يا سلام الكره لو دخل جول يا جماعه، ساديو ماني كان هيجيب حته جول هيخش بالتاريخ لو كان دخل. كلام مهم عايز اقوله عن مباراة ليفربول وانتر ميلان، والكلام ده لناس كتير كانت بتقول ان ليفربول كسب حظ ومش عارف ايه والحاجات دي. يعني الكلام ليهم عشان الناس تفهم اكتر هو ليفربول كسب ازاي. اولا هو ليفربول لعب ماتش سيء، لعب ماتش سيء بالنسبه لليفربول نفسها، لان ليفربول عندها احلى من كده بكتير. ثانيا هو الحكم ظلم انتر ميلان او ظلم ليفربول؟ لا، الحكم الماتش ده كان عادل جدا ولا ظلم اي حد، فبالتالي فين الحظ اللي في الموضوع او فين الليفر سرق الانتر في الموضوع؟ الفرق في جودة اللعيبة. الانتر طول الماتش شغالة تعمل خطورة على الليفر وكانت الافضل بكتير في الماتش ومحدش ينكر ده، ولكن الليفر من اقل فرصة بتجيب جول بتخلص الماتش. وده ليه؟ لان جودة اللعيبة في الليفر غير جودة اللعيبة في الانتر. وانزاجي مدرب انتر ميلان مدرب جامد والله، تكتيكيا هو كان متفوق على يورجن كلوب. حماس لعيبة الانتر والجماهير كانت مؤثرة بنسبة كبيرة على لعيبة الليفر. فبنتكلم هنا عن جودة اللعيبة، معظم الحاجات اللي حصلت امبارح كانت فرديا من اللعيبة. يعني الجولين اللي جم امبارح كانوا الاثنين من عرضيات، واحدة برأسية فيرمينو اللي كان مش في أحلى مستوياته، بس هو لعبة ممتازة، هو أصلا كان بيتدرب عليها ومساعد يورجن كلوب قال الموضوع ده في التصريحات. والجول الثاني بتاع صلاح، الكرة وقعت في مكان صلاح كان قدام الكرة هو وكوناتي، وراح صلاح قال لكوناتي استنى أنا اللي هشوط، وجي شوط اتزحلق وهو بيشوط، مش اتزحلق يعني اللي هو مال غلط، فالشوطه ما كانتش صاروخيه ولا حاجه، ما كانتش تسديده قويه، هو كان هيعملها تسديده اقوى من كده بكتير، ولكن مال غلط وزائد ان كوناتي خايله، فالتسديده كانت ضعيفه، ولكن الحارس اتثبت، الحارس بيحسبها على اليمين وهي راحت على الشمال. فهنا بنتكلم عن جوده اللعيبه. من صلاح الماتش كله كان سيء، كان بيقدم مستوى عادي، مش سيء، مستوى عادي، مش اللي هو صلاح اللي احنا متعودين عليه، مستوى عادي. فبالتالي في فرق، انت عندك زيكو لاعب الانتر كم كرة مسكها في الماتش كانت خطيرة، ولكن معرفش يستغل الفرص دي. ده غير ان انت عندك فان دايك في الدفاع، يعني فان دايك يا جماعة بسم الله ما شاء الله عليه والله، جدار، ده جدار فعلا، وهثبت لكم بالصور بعد شوية في الفيديوهات الجاية. الليفر كان اسوأ في المباراة، الانتر كانت افضل بكتير، والانتر كانت اخطر بكتير. الليفر بقى اقل فرص، خطف المباراة، خطفها يعني، وده فين؟ في السنسيرو على ملعب الانتر. المباراة الجاية في الانفيلد. عادي ممكن يحصل مفاجآت، لكن الليفر في الانفيلد حاجة تانية. لو الليفر استهترت من المباراة انتر هتكسب. اخر الفيديو حاب اشكر انزاجي على المباراة الرائعة اللي كان عاملها، هو كان ناقص بس ينزل هو اللي يجيبه هدف بجد والله. والناس اللي بتسأل صلاح ليه كان مستواه وحش، عشان صلاح يا جماعة مش في المود، صلاح ضايع من ساعة ام افريقيا مش فاهم ماله، بس بإذن الله بعد الجول ده هيفوق بإذن الله. ردة فعلي على المباراة هتلاقوها اللينك في البروفايل. يعني اهم الاحداث اللي حصلت النهارده بالنسبه لليوروبا ليج، برشلونه بتتعادل مع نابولي في مباراه مثيره جدا. لا، وكمان فيران توريز هو السبب في التعادل، كان زمان برشلونه كسبه 5-1 تقريبا. لا، وكمان بين الشوطين فيران توريز التيشيرت ما لهوش علامه برشلونه، ما لهوش شعار برشلونه. يعني بروسيا دورتموند بتخسر في ارضها 4-2 من رينجرز، ريال بيتيس بيكسب زينت بالعافيه فريق الميمز 3-2، شريف المخيف بيكسب 2-0، اشبيليا بيكسب دينامو زغرب 3-1، وركتاتش سجل جول، وكمان لاعب مانشستر يونايتد مارسيال سجل الجول الهدف الثالث. بورتو كسبت 2-1 زي ما توقعت، واتلانتا كسبت 2-1 زي ما توقعت برضو، ولايبزيج وريال سوسيداد خلص 2-2. ده بالنسبه للدوري الاوروبي. وفي دوري المؤتمر الاوروبي ليستر سيتي بتكسب ريندرز 4-1، ومارسيليا بتكسب 3-1، دول اهم مباريتين في دوري المؤتمر الاوروبي.
بس كده، دي كانت اهم احداث النهارده. يرضيك اللي فيران توريز عمله النهارده؟ انا ما يرضينيش.